السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. المهم المهزلة ديال ريديتلو ديال شيطا ديناس بطبيعة الحال كل شيء عارفها. المهم كما قلنا المهم لا بأس أننا نعاودوا نتكلموا معكم في هذه المسألة، خصوصا أنني قريت دابا واحد الارتيكل الصحفي ديال واحد المهم واحد كتب واحد الكتابات يعني تستهزئ او ميم طون تهضر يعني بالمعقول او ميم طون تستهزئ بهذا القانون ديال ريديت وديال شطا دينانسا. على اين خصو نعرفوا الاخوان كلهم ان اللي غادي تقبل ليه الدوسي بطبيعه الحال وتقبل ليه الطلب وتقبل ليه الملف ديالو غادي يجي اس ام اس كما هو معروف الايمس، بعد ذلك تجيك اس ام اس اخر من عند البوسطه. هاد الاس ام اس اللي تجيك المره الثانيه تقدر يجيك فيه واحد الكود، كاين واحد الكود وبطبيعه الحال لا دات امتى غادي تجي تسلم سميتو هاد الكارت هادي ديال ريديت ودي شطا ديناصا، وغيبداو تقريبا الدفع ديالها في تسعود في شهر 5 في ماي بطبيعه الحال. المهم يعني هاد السيد هذا دار واحد الكتابه كتبها، المهم يعني تستهزأ بهاد المهزلة هادي ديال الايمس بان هما دعم ما والو، شنو هي 40 اورو ولا شنو هي 50 اورو، اش غادي يعني اش تغير يعني في الحياة ديال الانسان بطبيعة الحال اللي عنده مصاريف عنده الاولاد عنده بزاف ديال الحوايج. المهم داكشي علاش قلت ضروري انني ندير هاد الحلقة هادي ونتكلم فيها، ولو انه الاغلبية بزاف يعني تفقدوا الامل كاع في هاد الريديت ديال شطا ديناصا، كاين الناس باغيين يخدموا الناس باغيين العمل ما باغينش يعني انهم يبقاو عايشين على هاد المساعدات اللي لا تسمن ولا تغني من الجوع في حد ذاتها، ممكن تبقى مساعدات ولكن مساعدات قليله ما غاديش تغير كما قلنا في الحياه ديال الانسان شي حاجه كبيره. حاجه اخرى وثاني بغيت نقولها بان الناس اللي ما تقبلوش ليهم ساكن يعني ما جاكم انت اس ام اس ما جاكم يعني راه يعني اوتوماتيكمو يعني راه ترفض لكم الطلب، وهذا اللي خلات السيد هو اللي كتب القصصات اللي قريتها انا دابا في الجريده. يعني تقول لك يعني كان خاصهم على الاقل انهم حتى في حاله مثلا الرفض يصيفطوا الانسان ميساج عاوتاني كما تصيفطوا ميساج بان راه تقبل لك الدوسي يصيفطوا ميساج بان راه الدوسي ما تقبلش كذلك، الا انهم المساله هذه ما داروهاش لا الايمس ولا طبعا الحال البوسطه، ولكن اللي يمسوا الاول خصو تيجاوب عباد الله هذا الحال لان الدوسي تيدرسوا الايمس قبل ما يمشي البوسطه. قلت ضروري نشارك معكم يعني هذا الخبر هذا، واخا بصراحه يعني خيبه امل كبيره يعني اللي تصابوا بها بزاف ديال عباد الله، ماشي شي حاجه يعني ماشي كان كل شيء ما هو تقول راه كاين واحد الدعم، المهم ديباني به واحد شويه ومن بعد يعني يلقى خدمه او يجيبوا لك خدمه، ولكن كل شيء يعني عارف ان المساله راه غير يعني ستار درج من وراها تشيكويست اللي لانه كما هو معروف في الانتخابات اللي فاتت بانه واعد عباد الله وعطى بزاف ديال الوعود لعباد الله بانه غادي يغيروا بانه غادي يديروا بانه غادي يعاونوا يعني لا بوفيرتا ما كايناش، وكذلك كنهضر على اللي ما كاين بلو يعني الطوموبيلات ديال البرلمانيين والوزاره، وتنتفاجئوا بان مؤخرا كذلك تشراو ما عرفتش شحال ديال يعني ديال السيارات، تيقول لك واش يعني تشيكوستي اللي ما شافوش هذه المساله هذه وما شافوش هذه الصفقه هذه الكبيره والمبالغ الماليه كبيره، في حين انهم تيقول لك الفلوس ما كايناش يعني، والمعارضة كذلك كانت ناضت قالت لي يعني كيفاش غادي دير هذا الريديتو ديال تشيطا ديناصا يعني غادي تضيع يعني ذاك المخزون اللي كاين ديال اللي في الخزينة الفلوس اللي كاينين باقي شوية في الخزينة غادي تضيعهم في هذا البروجي ديال الريديتو ديال تشيطا ديناصا، وبطبيعة الحال حتى الناس ما دفعوش بزاف يعني حتى ذاك الشيء اللي كان متوقع ديال العدد ديال عباد الله لأنهم غادي يدفعوا ما دفعوش هذا يعني جميع التكهنات ما خرجت لهم بالشكل اللي كانوا متصورين. قلت ضروري نشارك معكم هذه المساله هذه، والى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.